احنا فئه مظلومه من طلاب الخارجي اللي عددنا اكثر من 100,000 طالب. نعم. قدمت انا احكي لك عن نفسي ست، قدمت ب 2020 الى الثالث متوسط، واخذت نعم. الاول على الكرخ الاولى، تربيه الكرخ الاولى، الاول على الكرخ الاولى. فبديت اقرا للسادس اعدادي، انصدمت بسنوات الانتظار الصراحه. فبعد فتره طلع الوزير التربيه بلقاء على احد القنوات الفضائيه في شهر الرابع، واكد لنا انه تم تعديل على سنوات الانتظار، وتم ارسال النظام الى مجلس الوزراء. نعم. على اثر ذلك قمنا بالدراسه وتسجيل معاهد، وانا احكي لك عن نفسي ست، قدمت معاهد صرفت 5 ملايين الا ربع ضبط، وبديت اقرا واتعب. بس نتفاجئ انه الكتاب ما واصل لمجلس الوزراء. نناشد وزير التربيه بارسال النظام الى مجلس الوزراء والموافق عليه، لان ما بقى شيء للامتحانات الخارجيه، بعد شهرين المفروض نقدم. احنا هاي الفلوس الذبين، ما بدي احكي للستاني بس على نفسي، الاف من الطلاب اللي قدموا على المعاهد ودفعوا فلوس. فاحنا خلاف ذلك احمل وزير التربيه كافه المسؤوليات، ذبينا اموال طائله وتعبنا، واني متفوق كلش، صارت لنا عرقله بحياتنا ومشاكل، تركت الدراسه من سنه 2014. واتجهت للخارجي، ومثل ما قلت لك ست، اخذت الاول على الخارجي بالكرخ الاولى. نعم. بمعدل 91.5. يعني المفروض يكون لك استثناء. نعم. المفروض يكون لك استثناء، يعني نعم 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 الاول على الكرخ الاولى. هي يعني بالبدايه وزاره التربيه ما دزوا عليك، ما كرموك، ما شجعوا الجهود اللي ابد ابد عندك. ابد ست ابد لا دزوا علينا، ولا احنا الست شريحه، طلبه الخارج شريحه مظلومه جدا. فهي صارت عن طريق المكفوفين اللي قدموا المجلس الوزراء بخصوص الاستثناء، مكفوفين وعددهم 17 واحد وما قدروا يحصلون استثناء من العفو من السيد مصطفى الكاظمي. نعم. اعطاهم الاستثناء، التجأوا لوزير التربيه، وزير التربيه قال لهم ما من حق، ما القانون غير قابل للاستثناء. فاحنا ست من خلال منبركم نطلب المناشده بتعديل سنوات الانتظار، لان هاي عرقله بحياتنا. نعم. وراح تخلينا نلتجئ لغير شيء، راح تخلينا نطلع نشتغل عماله، نشتغل باي شغله ثانيه. وشكرا ست.